أكرر في مقدمتنا يعني أستاذ أحمد، إحنا في أكسبو، هذا المكان اللي يعتبر انعكاس لوجود الثقافات والجنسيات من كل مكان، جو هنا وعايشين أو حتى زائرين لهالبلد ويحسوا إنهم هم ينتمون له. صحيح صحيح. فموضوع الترحاب، قديش دبي والإمارات مرحبة دائما. نعم. بالجنسيات المختلفة، هل هذا الشيء نصيب في شعرك؟ والله نعم نعم. أنا بصراحة أنا كمواطن، أنا كمواطن كمستقبل منبهر من الانسجام اللي يحس فيه المقيم أو الزائر لدولة الإمارات واللي حاب إنه يعيش في دولة الإمارات. في هذه المناسبة نختمها في قصيدة دبي، لكن عندي بس أبيات عن أكسبو أقول. يا أكسبو، أكلم أكسبو، يا أكسبو في دبي لك تكريم، حاول بهاليومين ترقالة، هذه مدينة ترفض التقييم والجن ما تخطر على باله. أيقونة التفخيم والتعظيم، أيقونة التفخيم والتعظيم ترجم بها المكتوم أقواله. محمد المكتوم يا بالغيم وغيره يجيب العيد بعياله، ربي على أعطاه الفكر، ربي أعطاه الفكر والتصميم. لو قندهار تحط تمثاله تلقى بلاد السند بالترميم تصير بين قرانها هالة. يا أكسبو علم على التقويم بالخط الأحمر واكتب حذاله، يا حظ من ينقل بها ويقيم مستقبلين أطفاله ومواله. الله صح.